يا اهلا بالشباب، الله يعطيكم العافيه. معاكم بشاكر. اولا سامحونا عن قطع طويله عن القناه بسبب ظروف خاصه، والحين بعد ما ردينا لكم اتمنى نقدم لكم محتوى افضل من قبل. موضوع حلقه اليوم راح يكون عن اكثر تضحيات مرت علينا وما نسيناها، سواء كان تضحيات من شخصيه ضحت حق شخصيه ثانيه، او من شخصيات ضحت لانقاذ العالم والبشريه وغيره من الامور والقصص اللي نشوفهم بعالم العاب الفيديو جيمز. فاتمنى يعجبكم الفيديو، ولا تنسون انه ممكن يكون في حرق بعض المقاطع. اول مقطع من اللحظات اللي من صعب ننساها هو تضحيه جراي فوكس من متجر 1. طبعا هالسلسله من اكثر السلاسل في تضحيات مرت على محبينها، وجراي فوكس يعتبر من اكثر الشخصيات المحبوبه، وضحى بنفسه عشان ينقذ سول سنيك معركه ضد متجر ريكس بالجزء الاول من السلسله. اكثر لاعبين شافوا ان تضحيه جراي فوكس ما كان لها داعي، وان سنيك كان يقدر على ريكس بروحه، بس هم طبعا تعتبر من التضحيات اللي ما تنسي بمسيرتنا مع عالم العاب الفيديو. تضحية كابتن شيبرد من سلسلة ماس افكت. الصراحة من ناحيتي ما تعلقت بكثرة بالقصة والشخصية، بس ملاحظ ان اكثر لاعبين محبين سلسلة انها شخصية خلت انطباع او نقول ذكرى قوية بذاكرة اللاعبين. وصحيح ان اللعبة وبالتحديد الجزء الثالث في اكثر من نهاية، بس اغلبها تبين نهاية الكابتن شيبرد لما ضحى بنفسه عشان ينقذ المجرة والبشرية. سلسلة بايو هازارد ما تخلى من تضحيات، وهاللقطة من الجزء السادس للسلسلة، وبالتحديد لما تلعب كامبين كريس، وتقريبا بالنهاية ضحي بنفسه بيرس بعد ما حقن نفسه بالسي فايروس عشان ينقذ كريس من الهايوز، وبعد بيرس يدز كريس بورد النجاة ويكفل عليه، وطبعا مع محاولة كريس انه يخليه يفتح الباب، بس طبعا ما في امل، وبيرس كان تقريبا متحول ميوتنت وصعب انه يرجع لهيئته. Listen to me! We can still both get out of here! There's still time! What are you doing? No, Pierce! Don't! You can still make it out! God damn it, Pierce! No! Pierce, open the goddamn door! That's an order! وهاللقطة هم سلسلة باي هازارد من أجمل أجزاء الصراحة، وكان ودي أذكرها بالفيديو، وبتحديد الجزء الثاني بالتوصيل بي، لما إيدا تسحب التارنت من ليون وتاخذ لها ضربة تنهي عليها قبل ما يطيح التارنت وينتهي أمره، وبعدها تشوفون آخر لحظات ليون مع إيدا. فاينل فانتسي اكس في من اكثر العاب اللي فيها شخصيات كثيره تضحي بنفسها، وحتى بالفيلم اللي نزل قبل اللعب بتشوفون الملك ريجس يضحي بنفسه عشان ينقذ لونفريا وناكس ويمديهم يطلعون، وظل يقاتل الجنرال جلاوكا، وبعضهم نوكس يضحي بنفسه عشان ينقذ لونفريا وتقدر تنحاش. وباحداث اللعبه لونفريا تستعمل اخر طاقه عندها بعد ما سوت سم حق ليفايثن، وكانت بنفس الوقت مطعونه وهي تحاول تعالج نوكتس وتحميه والمدينه تدمر حواليهم. The Walking Dead من تلتيل. هالسلسلة فيها تضحيات كثيرة، ومن أكثر العاب اللي عليها طلب المتابعين أنها تكون بنفس نظام هالفيديوهات، وواحدة من هالتضحيات لما كيني يضحي بنفسه عشان ينقذ كريستا، وطبعا ما أقول أن كيني ما تيني، بس هم يعتبر ضحي بنفسه حق كريستا.
Maybe he's not. He went down there for you. I know he did. He. هالمرة من لعبة God of War. وصحيح ان كريتوس سوى شغلات سيئة مغامرته، بس استوعب بالنهاية هو شنو سوى، وان اثينا راح تحكم كل شيء. وعشان يحاول نغطي افعاله سوى تضحية كبيرة بنفسه، ومنها ان سكان الارض يكون لهم فرصة ثانية ويبنون العالم الجديد ويسوون مستقبل افضل. بالأخير أعطونا رأيكم وشنو التضحيات اللي مرت عليكم وما نسيتوها عشان نضيفهم بجزء ثاني الفيديو. واتمنى الفيديو عجبكم، ولا تنسون لايك والكومنت ومتابعة القناة. يعطيكم العافية ومع السلامة.